رعاية كريمة من سعادة المدير العام التنفيذي بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، اختتم المجلس الاستشاري أعماله في دورته الثانية اليوم الأحد 18 من فبراير للعام 2018، حيث تشرف الأستاذ الدكتور صالح المبعوث رئيس المجلس الاستشاري بإلقاء كلمة المجلس، ومن ثم تقديم التقرير لسعادة المدير العام التنفيذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه المواقف تصعب الكلمات. الواقع أن الحديث عن حديثي سيتركز على ثلاث نقاط. النقطة الأولى هذه المدينة المباركة التي حب الله مكة بها، فحملت على عاتقها هم ومسؤولية رعاية المرضى في أخطر الأمراض، وتؤدي واجبها ولله الحمد في يعني تاودة وحناء وإتقان، وكل يوم ولله الحمد نسمع إنجازا جديدا لهذه المدينة. حيث ألقى سعادة المدير العام التنفيذي كلمة بهذه المناسبة. طبعا مدينة الملك عبد الله الطبية يمكن تعتبر من أسرع المدن الطبية اللي تم تشغيلها بالنسبة لوزارة الصحة، من يوم ما تم افتتاحها في 2010، وفي 2012 كانوا خلاص منطلقين ومخدين الجي سي آل المرة الأولى. طبعا يمكن تسمعوا عن بقية المستشفيات أو كيف كان التشغيل، أخذ وقت طويل يمكن 10 أو 15 سنة. سبحان الله زي ما قلت هذه المدينة المباركة والبركة اللي وضعت فيها، فالحمد والشكر لله يعني. في نقطة مهمة طبعا اللي هي مواضيع تجربة المريض. طبعا في اهتمام كبير جدا في المدينة الطبية، يمكن أنا هذه ثالث سنة لي في المدينة الطبية، وجدت إن في اهتمام كبير بتجربة المريض. الخدمة هنا تتمحور حول المريض نفسه، بمعنى لن نستطيع أن نقدم خدمة متميزة بدون أن نرى ما هو احتياج المريض، وهذه يمكن هي الحلقة اللي لو القطاع الصحي كانت موجودة فيه بقوة راح يظهر بشكل مرضي للمرضى. طبعا في المراحل يمكن القادمة راح تسمعوا عن مركز تجربة المريض اللي تم إقراره في الهيكل التنظيمي في 39 على بداية هذه السنة، وهدفه هذا هو تقوية رأي المريض في تقديم الخدمة له. يمكن احنا كأطباء نجي ونحاول نقدم خدمات طبية، بس لكن يمكن ما نعرف ايش احتياج المريض بالضبط، وهذا اللي احنا لمسناه من هذا المجلس المبارك. حقيقة قدم لنا أشياء يمكن نغفل عنها كأطباء في انخراطنا في العمل أو في العمليات أو التفكير في أمور قد لا نرى من وجهة المريض ومن عين المريض إيش هو احتياجه الفعلي، وهنا يأتي الدور الكبير اللي أنتم قمتوا به. حقيقة ساعدنا كثيرا بتنفيذ كل شيء طلبتوه. نعتذر يمكن في 18% بس هي أفضل من العام، لكن نتمنى إن شاء الله أن السنة القادمة بتكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى بما فيها المشاريع القادمة. حقيقة أشكر الدكتور صالح والإخوة الأعضاء جزاهم الله خير، والإخوة برضو في الدورة السابقة على كل المقترحات اللي قدموها. طبعا نسعى إن شاء الله في المرحلة القادمة إننا نكون واصلين للمريض بشكل أكبر من عدة قنوات، وليس فقط من خلال المجلس الاستشاري، بل نريد أن نسمع من هم بالخارج، وفي أفكار حقيقة ومبادرات كثيرة سواء من داخل المدينة أو من خارجها في هذا الاتجاه. فنسأل الله إن شاء الله التوفيق، ونشكركم حقيقة، وما لكم إلا الجزاء. أن استطعتم من وقتكم الكثير لتقديم هذه الخدمة، لكن ما لكم منا إلا الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على ما قمتم به. وفي نهاية المجلس تشرف المدير العام التنفيذي بتقديم دروع تذكارية لأعضاء المجلس الاستشاري. Thank you.
الرياضة في العيش.